موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن كثير رحمه الله، وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، روى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فر إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها، من عليها بالعتق، قالت له: عجوز كبيرة ما بي من خدمة. فقال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. يعني من الذي يفيد إليه ليبحث عنك، من الذي سيفيد إليك ليعتقك أو لي يعني يفديك. فقالت: عدي بن حاتم. فقال الذي فر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: فأوصاها علي رضي الله عنه بعد أن أسلمت أن تسأله الحملان، أن يحمل، أن يحملها إلى ديار طيء التي هي بيتها وبيت أهلها. قال: فرجعت إلى أخيها ورغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقدم عدي المدينة وكان رئيسا في قومه طيء، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم. تحدث الناس بقدومه، لأنه هو ورث عن أبيه المنزلة العظيمة التي كانت لأبيه بالكرم. قال: فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي عدي صليب من فضة. في رواية ابن جرير أو إحدى رواياته: صليب من ذهب. وليس يعني من تعارض كبير، فقد يلبس عدة صلبان بعضها من ذهب وبعضها من فضة. قال: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. في رواية ابن جرير كما قرأناها بالأمس قال: يا عدي، انزع عنك هذا الوثن. ثم ذكر تلاوة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. قال: بلى، أي بلى قد عبدوهم. لم يعبدوهم بأن يسموها عبادة، لكن عبدوهم بطريقة أخرى. قال: بلى، أي قد عبدوه، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. هذا الحديث يبين لنا الدرجة التي تكون شركا أكبر في قضية التحليل والتحريم والتشريع، وذلك
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، أي على التبديل، يعني قد علموا أن هذا حلال وأن الرهبان حرموه فاتبعوهم وقالوا حرام، كما أنهم حرموا أحلوا الحرام وحرموا الحلال، فقد أحلوا لهم مثلا لحم الخنزير، والتوراة إلى يومنا هذا فيها تحريم لحم الخنزير، ومع ذلك اعتقدوا حلة لأن الأحبار والرهبان قرروا حلة. وكذلك في تحريم الحلال كالطلاق وتعدد الزوجات، ولا شك أن انتسابهم إلى إبراهيم وإلى يعقوب إسرائيل عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي في التوراة نص ناسخ لذلك. إبراهيم كانت له امرأة سارة وسرية يطأها أنجبت له إسماعيل، وهم يرون ذلك من الأمور العظيمة، حرموا هذا الحلال. يعقوب عليه السلام كانت له امرأة أنجبت 11 ولدا، وامرأة أخرى أنجبت يوسف وبنيامين. وكذلك داود عندهم نص أنه كان له 99 امرأة، وزعموا أنه طلب امرأة أوريا حتى قتل زوجها، بل عندهم فضائع من ذلك أكثر مما ذكرنا من مجرد الطلب. عندهم أنه زنى بها فسعى في قتل زوجها في الجهاد حتى قتل ثم بنى بها، نعوذ بالله من ذلك، وهم يحرمون تعدد الزوجات. وأما سليمان فكان له بنص الحديث 100 امرأة، فكل هذا يدل على أن التوراة أحلت التعدد وهم يحرمونه، فالأحبار والرهبان. وكذلك أوجب الله عليهم السبت في التوراة، ولم يأتي عن المسيح نص بنسخ السبت، ولكنهم جعلوا ذلك يوم الأحد. لماذا؟ بما قال الأحبار والرهبان، عامة أعياد النصارى ليست، أو هي في الحقيقة كلها هي من اختراع الأحبار والرهبان، سواء كان عيد الميلاد أو عيد القيامة المزعومة، ليست المجيدة كما يقول بعض المسلمين اليوم، ونسأل الله العافية. كل هذا من تبديل التشريع. هم يعتقدون أن الأحبار والرهبان يقولون شيئا في العقيدة فيلزم، في الحلال والحرام فيلزم، حتى تركوا كتاب الله الذي يدل على التوحيد وهو بين أيديهم إلى الآن من التوراة ومن الإنجيل، ومع ذلك يعتقدون ما قرره مجمع نيقية مما يسمونه قانون الإيمان العظيم، الذي يشهدون فيه بألوهية المسيح وألوهية الروح القدس والتثليث الشرك والكفر. وأما أحبار اليهود فبدلوا حكم الرجم إلى الجلد والتحميم، وأما في زماننا فصار رؤساؤهم وقادتهم يقولون بحرية الغرب، حرية على طريق الغرب وعلى عدم الالتزام بالشرائع، والمتدينون منهم أيضا يعتمدون مصادر خلاف التوراة هي كتب كتبها الأحبار في التشريعات، فكان ذلك في اتباعهم هذا التبديل، اتباعهم على هذا التبديل هو الشرك الأكبر. وكما قال عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق
وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فجعل اتباعهم على تحليل الميتة بزعم أن الله ذبحها بيده شركا وليس مجرد معصية. لو أكل منها وهو يعلم أنها حرام كانت طاعة في معصية الله ليست شركا أكبر ناكر عنها. أما إذ قالوا حلال لأن الله قتلها بيده مع أنه أنزل تشريع تحريمها في كتابه فليس هذا هو مصدر معرفة التشريعات. العقول الفاسدة والأنظار المنحرفة، وإنما التشريع يعرف بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ترك ذلك وأتى بالشرائع الأخرى فهذا هو الكفر الأكبر. أما إذا اتبع مع أن يكون اعتقاده في الحلال والحرام ثابتا، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، لكنه يستغل الفرصة في أن الناس استحلت المحرمات فيتناولها. نعود إلى حديث عدي قال: فذلك عبادتهم إياهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ما تقول في أمر ما جئت به؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ لماذا تفر يعني؟ أيفرك، أيجعلك تفر أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ كلام دين الفطرة. هذه المعاني هي المعجزات المقدمة، المعجزات الحقيقية إلى ما يدعو ديننا. أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم. كان فيما انكسر له عدي في بعض طرق هذا الحديث أن قال له: أنا أعلم بدينك منك. قال: فتواضعت لها لما سمعتها. قال: ألست من الركوسية وأنت تأخذ مرباع قومك وإنه لا يحل لك؟ يعني دين النصراني طائفة تحلم أن يأخذوا شيئا من الغنائم، وهو في هذا على عادة العرب، رئيس القبيلة يأخذ ربع الغنيمة، مرباع قومه يعطونه الربع، ولأجل حب الدنيا أخذ. فانكسر بذلك عدي وعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي فأسلم وحسن إسلامه. قال: ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. قال: فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال: إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال: وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما في تفسير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. وقال السدي: استنصحوا الرجال تركوا كتاب الله وراء ظهورهم وهم إلى يومنا هذا يصنعون ذلك. بل وأصبح كثير من المسلمين للأسف يتابع على ذلك، يعلم كتاب الله ويعلم ما تضمنه ثم يعمد إلى القوانين الوضعية التي وضعها من ليس عبادا كالرهبان ولا علماء كالأحبار، بل صار قوانين وضعية وضعها سفلة الناس من الأوروبيين الذين خالفوا التشريعات الإلهية في جميع الشرائع في استحلال ما حرم الله عز وجل.
هذه القوانين الوضعية التي تملأ بلاد المسلمين إلا ما رحم الله هي من هذا الشرك الأكبر في أصل وضعه، وكذا في من اتبعها في على التبديل، اتبع هذه القوانين على التبديل، على أنها بدلا من شرع الله ملزمة للناس أكثر من إلزام الشرع، بل لا يجوز إلزام الشرع. هذا اعتقاد الليبراليين والعلمانيين، نعوذ بالله من حالهم. قال ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. سبق أن شرحنا لماذا خص الله عز وجل اتخاذهم عيسى ابن مريم ربا على غير اتخاذ الأحبار والرهبان، لأن الطريقة تختلف، لأنهم يعتقدون ربوبية المسيح بأنه خالقهم ورازقهم، لأنه عندهم هو صورة من صور الإله أو أقنوم من الآخرين. قال ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله حل، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد. لا إله إلا هو ولا رب سواه، نعمة عظيمة دين الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.